اسمي زياد محمد حامد هنية، بشتغل موزع مية. حاليا من يوم ما بدت الحرب بشتغل 24 ساعة. زي ما انت شايف حالتي مش قادر يعني اسوق، مش قادر اشتغل. صرنا بنشتغل شفتات انا وشباب بالمحطة، يعني عندنا مسوقين معتنيين نشتغل انا وياهم شفتات عشان نريح بعض، ومش ملاحقين على الناس هاي اللي بدها مية، لانه كل منطقة السجاعية كل المنطقة هاي كل الناس هاي اجت على تل الهوى والمناطق المناطق الغربية هان، كل الناس هاي بدها تشرب مية، احنا مش قادرين نلبي لها ولا اشي. لو نشتغل كمان 48 ساعة مش 24 ساعة على الفاضي. الاسبوع ما نمتش خالص. عندي سواق تاني اسمه عابد بريحني، برضو التاني تعب بيشتغل. انا بشتغل من الساعة 4 للساعة، يعني كان امبارح اللي هو رمضان، للساعة 7 7:30 اوقات بنفطر في السيارة، بيجي بعديه هو بيشتغل تمام، بمسك بعد الفطرة بفطر في بيته وبيجي. فيش معايا وقت افطر في بيتي، ما فيش معايا وقت اشتري فطور افطر فيه انا واللي بيشتغل معايا العامل او اثنين عمال. مش قادرين نشتغل عن جد، مش قادرين، الستيرن مش قادر الف تمام. زي ما انت شايف الشوارع فاضيه والناس هايبه، ناس هايبه وكلها قاعده في بيوتها ومش عارفه وين تروح، بس بدها ميه. انا رايح عند ناس من دار النعيزي تقريبا في شارع الصناعه، كل يعني قال النعيزي كل من قال قرايبهم مثلا من هناك سجاعيه، طبعا قاعدين عندهم في البيت مش اقل من 180 نفر. إله تقريبا من امبارح برن علي مش قادر اصله، هو جنب المحطه مش بعيد عني في تل الهواء في شارع الصناعه، مش قادر اصله. هنا انا وصلت له بدي اعبي له ميه، عنده براميل كتير، طبعا حاعبي له عقد برميل صغير يمشي حاله فيه عشان غيره بده وغيره بده. زي ما انت شايف هاي الناس خمس دقائق بتلاقي الناس حوالين السياره بقاتلوا فيك بدهم ميه. بس زي ما انت شايف نطلع بالسيارة مش قادرين نتحرك ومشاكل مع الناس، وهيني خلصت عبيت له بتقتل معاه قاعد، وهلقيت مش قادر. انا بدي اطلع للمدرسة فيها مش اقل من 2000 نفر برنوا علي فيش مية عندهم الناس، وهدول الناس بتقتلوا معي مش عارف ايش اسوي، وين اروح مش عارف. انا طبعا لما اعبي للمدارس بكون كتير مبسوط، لانه بكون في اولاد صغار كتير، وانا بصف العربيه بكونوا عطشانين، اولاد صغار يا الله بكونوا عطشانين وبدهم يشربوا ميه، بشربهم من السياره قبل ما اعبي البراميل. اولاد صغار ملانه مدرسه، بتكون كل المدارس ملانه، ملانه بني ادمين صغار كبار نسوان رجال كثير ناس وفوق بعض. وقبل قبل شويه وانا بعبي في البرميل صارت هوايه، كل المنطقه شربت. يعني احنا بنطلع بنخاطر في حالنا عشان نعبي للناس ميه وللمدارس ميه. بعدين لما ارجع احمل وارجع تاني، مشكلة الكهرباء عندي انه انا مش دايما بلاقي بنزين، مش دايما بلاقي سولر عشان ارجع للناس ادلبي لها مية، مش دايما الكهرباء جاية، ايش بتيجي ساعتين ثلاثة تقدرش تلبي للناس كلها هذه مية. عطشانين ما فيش مية، مية مالحة فيش عند الناس يغسلوا، يضطروا نشتريوا حلوة مية حلوة عشان يقدروا يغسلوا منها ويشربوا منها ويعيشوا.